نروح لخبر آخر من اليوم السابع. واليوم السابع بتتكلم بتقول ان الاهلي يدعو لاسارتي والمعارين والراحلين لحفل التتويج بالدوري، وده الطبيعي عند النادي الاهلي بالمناسبه، يعني الموضوع مش مفاجاه، دايما الاهلي علاقاته مع كل من عمل داخل القلعه الحمراء بتبقى مميزه وجيده وما فيهاش اي نوع من انواع المشاكل. لاسارتي رحل عن النادي الاهلي، لكن دايما علاقه الود والاحترام بتبقى موجوده، النادي الاهلي يوجه له الدعوه سواء هو او اللاعبين المعارين من صفوف النادي الاهلي او اللاعبين اللي رحلوا عن صفوف النادي الاهلي بشكل نهائي، لان هم كلهم ساهموا في بطوله من اغلى بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري بالتحديد بطوله الموسم الماضي، واكيد ليهم دور اساسي طبعا، فطبيعي قوي النادي الاهلي يدعوهم. وطبعا زي ما قال لنا فاروق من شويه كده ان تم توجيه الدعوه بالفعل للجميع ولكل من ساهم في هذا اللقب. الاحمر يكشف تطورات حاله مروان محسن. مروان احنا عارفين ان هو كان عمل جراحه في الوجه بعد الكسر اللي جاله، والامور ماشيه بالنسبه له بشكل افضل دلوقتي، وبيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتاهيليه الخاصه بيه في الجيم، وابتدى يجري حوالين الملعب والامور كويسه يعني بالنسبه لمروان، وباذن الله يرجع سريعا ويخوض مباراه وديه الاثنين المقبل. زي ما احنا طبعا اكدنا على حضراتكم امبارح واول ان في ماتش ودي للنادي الاهلي يوم الاثنين الجاي، لسه ما اتحددش الاهلي هيلاعب مين في الماتش الودي ده، لكن هو في حسابات الجهاز الفني المباراه هتكون مهمه جدا وقويه، المباراه الوديه علشان يقدر يقف على مستوى بعض اللاعبين اللي ما كانوش ممكن بيشاركوا بشكل كبير قوي خلال الفتره اللي فاتت، لان في الحقيقه عدد كبير شارك لكن البعض خد دقائق قليله مش كبيره جدا، فهيتم الحكم عليهم، او مش عايز اقول الحكم يعني الوقوف على مستوياتهم خلال الفتره الحاليه بعد تدريبات خلال الفتره دي ايضا.